الجديري اللي منتشر دلوقتي عبارة عن مرض فيروسي بيعمل قرح مليانة مية، ولكن هذه القرح بتكون موجودة في الجسم وموجودة في الوش والظهر. القرح دي بتنتشر في عند الأطفال برضو بالتلامس، وعن طريق الرذاذ، عن طريق التلامس بين الأطفال وبعضها. وبس هو مرض برضو بيبدأ بشكل بسيط زي حرارة، زي دور برد عادي، رشح خفيف. الولد تلاقي تحس ان هو الولد عنده دور برد، الام برضو يعني بشطارتها. بس القرح دي مش بتظهر في يعني القرح دي مش بتظهر في الجسم في المراحل الاولى، لا بتظهر في المراحل المتطوره. ثالث يوم او رابع يوم. يعني الام لو ما خدتش بالها من بنتها او من ابنها في الاول، اول ما يجي لهم الرشح والبرد وكده، بعد كده الموضوع بيتطور معاها؟ لا، هو الموضوع بيحصل ازاي؟ هو كده كده خد العدوى خلاص هتظهر عليه الاعراض. انا كأم بقى ممكن ابوظ الدنيا او ممكن اصلح الدنيا ازاي؟ لو انا اديت للولد مضاد حيوي من اول يوم، ممكن برضو كالتهاب فيروسي او مرض فيروسي تزيد الاعراض واخلي المرض يبقى شرس ويبقى قوي على الطفل. فانا برضو بنأكد ان بلاش مضاد حيوي من نفسي، بلاش اتصال الصيدلية قالوا اديني مضاد حيوي وابدأ ادي الطفل وابوظ الدنيا خالص مع الطفل. الولد يومين ثلاثة برد عادي، وبعد كده تبدأ تظهر اعراض مختلفة تماما بقى، تلاقي الحرارة نزلت، يبدأ بقى يظهر الطفح الجلدي. الطفح الجلدي ده عبارة عن بثور وقرح موجودة كده في الجسم وفي الوش، والحبوب دي للأسف بتبقى فيها نوع من انواع الاكلان الهرش، الولد عايز فيها اتشنج او عايز الولد ياكل فيها ويهرش فيها. الحبوب دي خطورتها ان هي لو الولد هرش فيها جامد ممكن تسيب علامات. ايوه صح، والعلامات ما بتروحش. صح.